لكن السنتين دول فرقوا معايا بشكل كبير جدا. بعد كده الانتقال للألومنيوم من خلال الصدفة، يمكن الصدفة في حياتي بتلعب دور كبير جدا. يعني كان في منتخب شمال الصعيد معمول والتجمع بتاعه، بعد كان في بطولة قطاعات وعملوا منتخب الصعيد ككل، اتجمع في الألمونيوم لمدة أسبوع، مدربين الألمونيوم شافوني، كنت أصغر لعيب بالصدفة كده، بالصدفة مش مترتبة يعني ان هم ولا يتفرجوا اي حاجة، انتوا بس عشان بتتمرنوا في الألمونيوم. فهم جابوا يشوفوا الناس اللي هم جايبينها وهيشوفوها، ويعني احنا كنا حوالي 35 لعيب عايزين مننا 22، فهيمشوا ناس. كان وقتها الحسن محمد، الحسن محمد انت عارفه طبعا، كان وقتها كان وقتها في مغاغه، فاحنا كنا يعني معظم الناس اللي موجوده كلها اللي من الفيوم، المنيا، بني سويف. فيمكن بعد التجمع ده نادي الالومنيوم اشتراني وانا عندي 17 سنه، رحت لعبت ناشئين اول ما وصلت الالومنيوم، تاني سنه لعبت مع الفريق الاول الدوري الممتاز، ويمكن دي من الحاجات اللي بالنسبه لي كانت مهمه جدا ان انا اشارك في الدوري الممتاز وانا عندي حوالي 17 سنه ونص. ان انت تلعب يعني في اجواء بالنسبه لك غريبه جدا، اجواء كبيره عليك بمعنى اصح. وبعدها سنه في الدرجه الاولى، وكان بعدها في مفاوضات مع النادي الاهلي، ويمكن انا قبل ما تروح الاسماعيلي، قبل ما اروح الاسماعيلي قعدت في النادي الاهلي 3 شهور اتمرن مع فرقه 19 سنه. لا لا والله. كان مين المدير الفني؟ كان الكابتن مختار مختار وقتها، وكان الكابتن ضياء السيد المساعد بتاعه. ولعبت ماتشين وديين مع الفريق الاول، كان تسوبي اللي هو مدير فني، وكان كاتساب بطل الله يرحمه كان مدير كوره. ففي الوقت ده كان في تفاوض بين الالومنيوم والاهلي، الاختلاف تم على النادي الاهلي هيدفع اخره 100,000 جنيه عشان ده ناشئ، والنادي الاهلي ما ينفعش يشتري ناشئ اعلى من السعر. فما حصلش نصيب. بعدها رحت لعبت ماتش ودي مع النادي الاسماعيلي، الشيخ طه اسماعيل اللي كان ماسك الاسماعيلي وقتها. لا تاريخ كبير يعني. أيوة مع أيوة. مدربين كبار جدا. بالتالي افتكر ان الفتره دي انت كان ده الماتش ده كان ما كانش حلو قوي يعني، من اسوء الماتشات. اسوء ماتش عملته في حياتي اساسا. والله انا اصلا خرجت بين الشوطين اتغيرت، فبعد ما رجعت كان ايامها لسه ما فيش موبايل ولا حاجه، بعدها بيومين ثلاثه حد من الالومنيوم كده بيكلمني بيقول لي هنتقابل في اسماعيليه بكره وبتاع. قلت له ليه؟ انا مش هروح العب ماتش تاني، انا كنت وحش، فانا تفهم ممكن ما تبقاش ماشي معاك فيبقى الشكل وحش كمان، فبلاش. بقى ان قال لا ده الاسماعيلي دفع 140,000 جنيه للالومنيوم وانا جايب الاستغناء واحنا رايحين اسماعيليه. فانا يعني انا ما كنتش مصدق. الشيخ طه اسماعيلي ولا الشيخ طه؟ انا بقول لك ماتش من أسوأ الماتشات اللي انا عملتها. تم التعاقد، رحت النادي الاسماعيلي، كان حوالي باقي شهر في الدوري، وبعد كده مباريات الكاس، كان احمد سامي مدرب سموحه كان هو اللي بيلعب باك ليفت، كان هو اللي بيلعب باك ليفت الفتره دي. فانا بعد اسبوعين من بتمرن مع الفريق الاول وانا بعيد تماما، يعني انت فاهم فرقه 19 سنه كان عندها ماتش، والماتش ده اتلعب في الاستاد قبل تمرين الفريق الاول. فانا عملت ماتش كنت بلعب باك ليفت، وانا اصلا ما كنتش رايح باك ليفت، انا كنت رايح لعيب نص ملعب او وينج ليفت، انما مش باك ليفت خالص. مش باك ليفت خالص. فهم لعبوني الماتش ده باك ليفت، فعملت ماتش جامد جدا، يمكن عملت 3 أو 4 تجوان. فبعدها يعني خلاص الشيخ طه واخد قرار ان هو هيلاعبني. لعبت في الفريق الاول. احمد سامي اتعور وقتها في الخلفيه، فانا كان عندي ماتش مع الكروم في الكاس دور ال 16 لعبته، يعني بص من احسن ماتشات بقى اللي عملتها في حياتي، عكس التاني تماما. يعني كان الاسماعيلي وقتها بيخسر من الكروم على طول. الفتره دي فكان ماتش في الكاس، فعملت ماتش جامد جدا. من بعدها بدات المسيره بقى، خدت دوري وخدت كاس ووصلت نهائي افريقيا مرتين او مرتين في مره نهائي افريقيا ومره بطوله عربيه. يعني مع البطوله العربيه دول كانوا في سنه واحده، ويمكن خدت دوري وكاس في النادي الاسماعيلي، وفتره يمكن عشناها كلنا مع بعض. يعني ما الواحد بيتشرف ان هو لعب في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي الاسماعيلي واحد من اكبر واهم، وليه فضل بعد ربنا اكيد في البدايات الواحد والسنين اللي عاشها جوه النادي.